السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نضحكوا شوية مع الحباب. جبنا بعض الفيديوهات باش رياكشنوا عليهم. خليوكم مع هذا الفيديو هذا. 16 مليون واش ترجع المولاها ولا لا؟ إذا لقيتي 15 مليون واش تقدر ترد المولاها ولا لا؟ لا. علاش؟ مقودة عليا أنا وغرد 15 مليون. ودير شي حاجة ماشي ديال الصراحة الفقر والشجاعة الناس واصلة فيهم العظم. كدبش عليك قال له ما رجعهاش. جداك فاش كتاكل دانون مسوس يا عيب الله يا عيب الله يا ربي اسمع علينا بزاف الناس كنا صغار حتى حنا كان كيوقع علينا بحال هاد المشكل هذا فاش كيحطوا لينا الناس الماكله في العرس او في الموتى حتى حاجه ما تشعب طاقيو لينا صاحبك اللي في هاد الفعايل هادي في العراسات او في الموتى طاقيو لينا وفي هاد الفيديو ركزوا ليه يا خونا مولا مدادر مولا مدادر عينو مشى غيب استرح مولا مدادر قشلني بالضحك عينو في حاجه اخرى هو فاش كتحسن عند حلاق بخمسة دراهم صراحة انا كنت كنحس شحال هادي كنت كنحس عند واحد الحلاق كيبقى يحلق لك وكيبقى يضحك كيحمقك تقول واش هذا حمق عندك يصدق دار بني شبع فيه تمرميق فاش كتكون تتصل صاحبك شي فلوس وكيعطلهم لك واحد المدة مروان نعم شحال كتساني 600 شحال دازت عليه دابا عامين في هذا الفيديو هذا طاقيو لي داك صاحبكم اللي كتسالوه الفلوس كل شيء اي واحد كيسال شي واحد شي ريال يطاقي واك اخي سبات خونا ما تيقوش ما تشد حب الله ما تيقوش خونا كلكم طاقيو صحابكم اللي كتسالوهم الفلوس الخالة عندها فضول كتشوف هذاك الشيء واش كاين بصح ولا لا هذا الفيديو هذا عاودته 20 مرة وما طلعش ليا فراس شنو هذا الضربة مغمسة في الزيت كلنا فاش كنا صغار كانت الوالده كتخبي علينا السطل ديال الحلوى او ديال السفوف او ديال الشباكيه كتخبيه في شي بلاصه اللي ما كيطيحش عليها شي واحد وشكون اللي في هذا الفعل هذا خطاكي وليه انا لله و احمد راح الغالي راح او انت كاين هنا مسمنة مسمنة ولا انا عاد نكمل مع داز الموطور ضحكنا شويه مع الحباب واللي عجبو هذا الفيديو هذا ما تنساوش دعمونا بلايك باش ديما نجيبو الجديد وشكرا لكم.